من المنتخب الايفواري، كما كتشوف ان المنتخب الايفواري متراجع مخلي على ان قبل ما نبداو، اذا كان كيعجبك المحتوى ديالنا فما تنساش انك تشترك في القناه ديالنا باش اننا نزيد نطلعوا في المحتوى، لان بزاف ديال الناس كيتفرجوا فينا وما دايرينش ابوني. هادشي اللي كنت نقول، ودعاء نبداو على بركه الله. السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم في الفيديو ديال الخاص بالمباراه الاولى اللي هي مباراه الاف سي التحيه في الكان اللي كانت كتجمع بين المنتخب ديال غينيا بيساو ضد المنتخب ديال كوت ديفوار المستضيف ديال هذه البطوله هذه. إذا كما شفتوا في الماتش الانتصار ديال المنتخب الايفواري، وفي هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على بعض النقاط اللي كانوا في وسط المباراه. إذا في أول ماتش كنشوفوا على أن المنتخب الإيفواري كان المنتخب اللي كيعمل الفعل، والمنتخب ديال غينيا بيساو المنتخب اللي كيقوم برد الفعل عن طريق الكتلة الدفاعية المتأخرة، كما كتشوفوا في هذا المشهد هذا وكما كتشوفوا في الصورة هذه. لهذا كنا كنشوفوا أغلب الكرات بالنسبة للمنتخب الإيفواري، والحل الوحيد اللي كان كيلقى هو أن الكرة كتمشي عبر الأطراف ديال الملعب، يعني سواء الجهة اليمنى ولا كذلك الجهة اليسرى، كما كتشوفوا في هذه المشاهد هذو، هذه لقطة وكذلك هذه لقطة. يمكن ان نزيدو نوضحو بعض الامور، هو انه فاش المنتخب الايفواري كان كيستحوذ على الملعب والكتلة المنخفضة ديال المنتخب ديال غينيا بيساو، كنلاحظو انه هناك في مرحلة ديال البناء، اضافة الى انه المنتخب الايفواري احتاج لانه يدخل 11 لاعب ولا 10 لاعبين بدون احتساب الحارس في المنطقة ديال المنتخب ديال غينيا بيساو كما كتلاحظو هنا، وهادشي يشكل احيانا بعض المرتدات بالنسبة للمنتخب ديال غينيا بيساو كما كتشوف هاد اللقطه هذه اللي كانت في الصوت الثاني. وماشي هذا الامر، هذا جاو محاولات بالنسبه لغينيا بيساو، جاو المحاولات بالنسبه لغينيا بيساو حتى من اللي كانت المنتخب الايفواري كان كيبني اللعب وكان كيخطف البناء ديال اللعب، بحال مثلا هذه اللقطه. هل المنتخب الايفواري غادي يقوم الغلط بواحد الغلط عفوا في الوقت اللي كان كيخرج فيه الكره، وبالتالي هنا تحول هجومي سريع كما كتشوفوا هنايا، محاوله خطيره على المنتخب الايفواري، كانوا قادرين انهم يجيبوا التعادل في هذه اللقطه هذه. لقطه واحده اخرى عاوتاني في الدقيقه 49 كانوا قادرين انهم يجيبوا التعادل، خطا كان في البناء، هنا كانوا تقالين شويه في التحول وهنا هذه الكره هذه ضاعت. لقطه واحده اخرى عاوتاني كانت في الدقيقه 73 كره غلطه من جديد، محاوله خطيره على المنتخب الايفواري وهذه كانت تصدى لها الحارس كذلك. غينيا بيساو كذلك المنتخب المدافع حصل على بعض المحاولات، خصوصا في الفشل ديال الضغط الايفواري كما كتشوفوا في هذه اللقطه هذه. مثلا هنا كانوا كيحاولوا انهم يضغطوا على المنتخب ديال غينيا بيساو ويضيقوا عليهم الفضاء، ولكن هنا استطاعت غينيا بيساو ان تخرج بالكره، اذا هنا تسحبوا اللاعبين اللي كانوا كيضغطوا، وهذه هجمه كانت خطير على المنتخب الايفواري كما كتلاحظوا هنايا. يمكن هنا المنتخب ديال غينيا بيساو كان ثقيل وكان كذلك عنده يعني عدم الفعاليه، ولكن ما ننساوش انه شكل خطوره، وهذه النقاط اللي كنوضحوا في هذا الفيديو هذا راه هي اللي غادي تنعكس على المنتخب المغربي. لقطه واحده اخرى كذلك هنا، المنتخب ديال الايفواري غلق الفضاء على المنتخب ديال غينيا بيساو، كان واحد الممر كما كتشافوا تما، وهنا هذاك الممر هو اللي استغلوه، وهنا خرج واحد قلب الدفاع باش انه يغطي على هذه الكره هذه، الا انه خسر هذا النزال الارضي والكره كملت، ومن جديد كما كتشوفوا الحاله اللي وصل ليها ساحل العاج. وهذه النقطه هذه راه حضرت منها ضد المنتخب التنزاني، مثلا هذه لقطه كما كنشوفوا، قلت على انه خصنا نردوا البال بهذه الممرات هذو اثناء الضغط، فهاد الامور هذه كتحول عليك وكتكون النتيجه على هذا الشكل هذا، ومن هاد النتائج هذو يقدر انه يتمارك عليك في احدى الفرص، وبالتالي اذا تمارك عليك فتلقى صعوبه باش انك ترجع في الماتش، خصوصا على ان الخصم غيكون غالق عليك بواحد البلوك اللي هو با، وبالتالي غيكون الوقت ضدك وكذلك حتى الخصم ضدك. فكانوا مناورات بالنسبه للمنتخب الايفواري ضد الكتله الدفاعيه ديال المنتخب ديال غينيا بيساو، حمس هذه اللقطه في كنشوفوا على انه هنا كان تمويه اللي هو واعر، كتله منخفضه ديال المنتخب ديال غينيا بيساو، لاعب مستلم كره، هنا هذاك اللاعب غادي يمشي في اتجاه هذاك الصم الاحمر، تمويه واعر عند قلب الدفاع اللي كان واقف معاه، اذا هنا وصلته الكره، ولكن شنو عطتنا النتيجه لانه ما استغلش هذه الكره هذه اللي تحت ليه كما كتشوفوا هنا، هاي وصلته الكره وما قدروش على انهم يماركيوها. لقطه واحده اخرى، هنا نقلوا الكره تجاه الجهه اليسرى كما كتشوفوا هنا، وهنا استغلوا ديك القضيه ديال ان الفرقه كامله كتحرك، وفي ديك اللحظه هنا واحد اللاعب كيعطي خيار ديال التمرير خلف الظهر ديال الخصم، وكذلك ما ماركاوش بهذ القضيه هذه، وكذلك ما ماركاوش حتى بالحل الفردي، بحال مثلا هنا كتله منخفضه، حل فردي عند ديك اللاعب دخل، ولكن النتيجه على انه ما ماركاوش هذه الفرصه هذه. كيفاش ماركاو هما؟ ماركاو بخطا ديال الخصم، ما ماركاوش بالفرص اللي صنعوه هما، ولكن ماركاو بالخطا ديال الخصم. هنا كانوا غالقين الفضاء، كانوا كيضغطوا، اللاعب فشل باش انه يبعد الكره، عطى الكره توجه اللاعب ديال المنتخب الايفواري كما كتشوفوا هنايا، اذا هنا استغلوا هذه الفرصه هذه مع دقيقه 4، وهنا جاهم كادو واستغلوه. فتصوروا معايا على ان المنتخب الايفواري ما ماركاش هذه الفرصه هذه، شنو كان غيوقع؟ في البدايه ديال الفيديو شفنا بزاف ديال المحاولات بالنسبه للمنتخب ديال غينيا بيساو، غادي يبقاو يقلبوا على الهدف، يقلبوا على الهدف، في الاخر كانت تتماركي غينيا بيساو وغتولي الكوت ديفوار على انها كتبغي على انها ترجع في الماتش، وهذه هي افريقيا في طبيعه الحال. فهاد السيناريوهات هادو
رغم اللي في نفس الوقت راه نتحطوا فيهم حنا ضد المنتخبات اللي غادي نواجهو خصوصا في دور المجموعات، فهادشي اللي خصنا نردو منه البال. هنا المنتخب الايفواري كان نوعا ما تكيف هذه المباراه هذه، هو انه خلى شويه اللعب عند المنتخب ديال غينيا بيساو حماس هادو مشاهد كتوضح التراجع ديال المنتخب ديال الايفواري، وخلاه على ان المنتخب ديال غينيا بيساو يزيد عنده يزيد ويخرج الكره ويقوم بالبناء من الخلف الى اخره. شنو عطانا هادشي؟ عطانا لان المنتخب الايفواري مورا بدا كيضرب لي كونتر وبدا كيضرب التحولات الهجوميه السريعه، بحال مثلا هذه لقطه كنشوفوا على ان المنتخب ديال غينيا بيساو في حاله دفاعيه اللي هي ضعيفه، والمشكل اللي كان عنده في هذا الماتش هذا هو انهم كاملين كيدخلوا المربع العمليات اللي كانوا في هذه الوضعيه هذه، وكيجيهم الخطر خارج مربع العمليات. بحال مثلا ضاعت الكره ولكن غيكمل الخطر هنا، الكره تصدى ليها الحارس ولا المدافع، هنا جا الخطر من خارج مربع العمليات. شوف هنا كيفاش مجموعه اللاعبين ديال المنتخب ديال غينيا بيساو في بلاصه واحده، هنا عاوتاني الخطر خارج مربع العمليات، تسديده ضربة بوطو كما كنشوفوا هنايا. لقطه واحده اخرى عاوتاني ديال التحول الهجومي السريع بالنسبه للمنتخب الايفواري، كره عند هذاك اللاعب اللي لا الدوبل الصفر كمل كما كنشوفوا ثلاثه ديال المهاجمين منطلقين، كره داخل مربع العمليات. هنا عاوتاني كما كنشوفوا كيجي الخطر خارج مربع العمليات، وهذا مشكل كان عند المنتخب ديال غينيا بيساو. بالنسبه للمنتخب الايفواري ما عندوش هذا المشكل هذا، فمثلا كنشوفوا ان هذه اللقطه هذه كاينين اللاعبين داخل مربع العمليات وكاينين اللاعبين خارج مربع العمليات اللي دايرين واحد الرقابه، ولكن الفكره اللي كيبقى لنا ان المنتخب الايفواري خلى على ان المنتخب ديال غينيا بيساو انه يدير البناء ديال اللاعب ويزيد عنده. وهذه الفكره هذه كنت قلتها فاش كانت لعبه منتخب مصر ضد المنتخب التنزاني، قلت لانه اذا خلينا المنتخب التنزاني يزيد عندنا شويه كما كتشوف هذه المشاهد هذو فغتكون الامور مزيانه لنا، لانه كيعاني من بزاف ديال الديشه في الهجوم، فبالتالي غادي نضربوا فقط بالتحولات الهجوميه السريعه وغادي نفكوا الشفره ديالو بلا ما نتعذبوا معاه. اذا كان خدام بالبلوك با فغادي نتعذبوا نتعذبوا بزاف كما وقع لينا في الماتش الاول، تسدد لينا حكيم زياش في دقيقه 33 عاد قدرنا على اننا الماركيو. فاذا رجعنا للقطه اللي كنا كنتكلموا فيها خاصه بالمنتخب الايفواري، كما كنشوفوا ان المنتخب الايفواري متراجع مخلي على ان المنتخب ديال غينيا بيساو على انه هو اللي غادي يزيد عنده، وحتى كيلقى الفرصه المناسبه باش انه يضغط عليه عاد كيمشي يضغط عليه. هنا كما كنشوفوا ديك قلب الهجوم غادي يمشي يضغط على ديك قلب الدفاع، واللاعب الاخر غادي يضغط على حامل الكره. هنا هذاك اللاعب رجع الكره الى الحارس، ولاحظوا معايا التحرك ديال داك اللاعب ديال المقدمه، ما غاديش يمشي يضغط عفوا على الحارس بل غادي يرجع، ولاحظوا معايا التنظيم الدفاعي ديال اللاعبين ديال الخط الوسط مع الاجنحه. هنا داك قلب الهجوم ما مشاش ضغط على الحارس لانهم ثلاثه ديال اللاعبين تما كما كتلاحظوا غتكون زياده عدديه عليه، وهنا حتى مشات الكره عند قلب الدفاع عاد ضرب ديك الطريقه، واللاعب الاخر مشى ضغط عليه باش يغلقوا على الفضاء تما وياخذوا له الكره في ديك المساحه. فانا حامل الكره عنده جوج خيارات، اما يديكاج الكره اما يغامر بشي تمريره تما، ولكن هنا اللاعب كيديكاج الكره. لاحظوا معايا الظهير الايمن ديال المنتخب الايفواري بغى انه يضغط على ديك الظهير الايسر ديال المنتخب ديال غينيا بيساو، وانا كان الهدف على انهم يضيقوا عليهم الفضاء بضربه ديال اللاعبين. هنا شنو وقع؟ اللاعب اختار انه يديكاج الكره مزيان، هنا خصك فقط تربح النزال الهوائي، ولكن انت خسرت هذا النزال الهوائي اذا الامور انعكست عليك، وهنا يقدر انه يتمارك عليك كما كتشوفوا هنايا. افترضوا على ان الساحل العاج انه ما ماركاش في الدقيقه 4، وتخيلوا على انهم كون ماركوا عليهم في الدقيقه هذه 7. على العموم البدايه ديال كان عطاتنا بزاف ديال الدروس في الماتش الاول، عطاتنا كيفاش منتخب مستحوذ يقدر على انه ينهزم في هذا الماتش هذا. شفنا الاخطاء اللي كانوا في هذا الماتش هذا، خطا في البناء اللي كيأدي، خطا في الضغط شنو كيعطيك، كذلك اذا خليتي الفرقه اللي كتدافع عفوا واحد الدفاع اللي هو متاخر وخليتها انها تزداد الاستحواذ، شفتوا شنو كتعطيك هذه النتيجه هذه. وكاخر شيء هو استغلال انصاف الفرص اللي كيجيوك كما عملت كوت ديفوار في دقيقه 4، هذاك خطا ديال الخصم استغلاته. فالاخوه كنشكركم على التتبع ديالكم لهذه الحلقه هذه الاولى اللي كانت في الكان، غدا ان شاء الله غادي نديرو توقف خاص بالتشكيله اللي غادي يدخل بها وليد الركراكي ضد المنتخب التنزاني. تلقاو في حلقات مقبله، الى اللقاء.